إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي أولاً وأوصيكم بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فاللهم اجعلنا من الفائزين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في دينك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن. معاشر الإخوة، مكارم هذا الشهر وفضائل هذا الشهر لا تنقضي، كثيرة ولا تعد. اليوم إن شاء الله نتناول واحدة من أعظم المنن والفضائل التي من الله تعالى بها على الصائم، وذلك مبينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول عليه الصلاة والسلام: إن للصائم دعوة لا ترد. رواه الإمام البيهقي. وفي رواية الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. الله أكبر. هذه من الله تعالى بها على الصلاة. الله عز وجل من حبه للصائم جعل له دعوة لا ترد. الصائم هو قريب من الله وهو عزيز عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه امتثل أمر الله، ولأنه استجاب لنداء الله، ولأنه ترك الأكل والشرب والشهوة لأجل من؟ لأجل الله. فالله تعالى يكرمه بذلك. الحديث الذي مر بنا الأسبوع الماضي يبين لنا هذا كله. يقول المولى تعالى في الحديث القدسي: إن كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. هذه تدخل واحدة من فضائل الصائم ومن هبات الله تعالى للصائم، أن جعل له دعوة لا ترد. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث الآخر: ثلاثة لا ترد دعوتهم. ثلاث أصناف من الناس دعاؤهم لا يرد: الصائم حين يفطر. ولذلك العلماء بيّنوا الحديثين. الحديث الأول وهو بروايتين، رواية الترمذي ورواية البيهقي. رواية البيهقي هي أن الصائم طول وقت صيامه له دعوة عزيزة وغالية ومستجابة ومسموعة من الله تبارك وتعالى، لأنه في حال الصيام.
الحديث الثاني هو أن عند فطره هذه زيادة في الخير وزيادة في الأجر وزيادة في المكرمة أنك صائم طول صيامك دعوتك مستجابة عند الله لكن هنالك دعاء هنالك أجر مخصوص للحظة الإفطار ولذلك معاشر الإخوة على الإنسان أن لا يضيع هذه المكرمة أن لا يضيع هذه المنة هذه العطية من الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذه المنة أن جعل لنا دعوة مستجابة لذلك على الإنسان وهو صائم أن يكثر الدعاء أن يكثر الدعاء أن يلح في الدعاء وسنرى بعد ذلك معنى الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل حاكم العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام تفتح لها أبواب السماء ويقول الرب سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ثلاث أصناف من الناس جعل الله تعالى لهم دعوة مستجابة الصائم حين يفطر الإمام المقصد الإمام العادل ودعوة المظلوم لذلك الإنسان عليه أن يحذر من دعوة المظلوم فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينها وبين الله حجاب الله تبارك وتعالى يغير على عبده المظلوم وينتصر له وينتقم له فعلى الإنسان أن يحذر دعوة المظلوم فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينها وبين الله حجاب كذلك الصائم فإنه قريب من الله سبحانه وتعالى نحن نتقرب إلى الله بعبادة الصيام بهذه العبادة التي كتبها الله تعالى علينا وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى واسجد واقترب من أهداف ومن مقاصد العبادة أنها تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وحينما يقرب الإنسان إلى الله يحبه الله عز وجل والحديث القدسي الذي نعرفه معاشر الإخوة يبين لنا هذا المعنى ربنا سبحانه وتعالى يقول كما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه هذه بعض الناس لا ينتبه إليه يظن أن النوافل هي أكثر ما يقرب إلى الله لا النوافل هي إما أن تجبر نقصا أو تزيدك قربا لكن أفضل ما يتقرب به إلى المولى سبحانه وتعالى هو الفرائض التي كتبها عليه والحديث واضح أفضل ما يتقرب به إلي عبدي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته اسمعوا ماذا صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن أعاذني لأعيذنه حينما يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يصبح عزيز وغالي ومحبوب عند الله سبحانه وتعالى والله تعالى لا يرد دعاءه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الحديث في باب الدعاء يقول رب أشعث أغبار لو أقسم على الله لأبره من هو الأشعث الأغبر؟ هذا إنسان ممكن الناس لا تنظر إليه هذا الإنسان لا تلقي له بال لا تعطيه قيمة لكنه عند الله عزيز عند الله محبوب قريب من الله ولي من أولياء الله هذا الإنسان حق على الله إن سأله أن يعطيه نسأل الله تعالى
أن يجعلنا من أحباب الله ومن أوليائه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا دعوة مستجابة. الدعاء مع عشر الإخوة ما هو الدعاء؟ الدعاء عرفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. العبادة، كل العبادات التي نعرفها مخ العبادة هو الدعاء. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح، يقول الدعاء، وهذا الحديث أصح من الأول: الدعاء هو العبادة. هو العبادة استغرق التعريف حينما قال رب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو العبادة، أي العبادة كلها دعاء. أعظم العبادة هي الدعاء. الدعاء مع عشر الإخوة كثير من الناس يغفل عنه، أو لا يأتي به على حقه، أو لا يتمتع بفوائده العظيمة. لماذا؟ لأنه لم يفهم ما هو الدعاء. الدعاء معاشر الإخوة هو عبادة يظهر فيها العبد التذلل لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يريده الله تعالى من العبد. الله عز وجل أيها الإخوة ليس بحاجة إلى عبادتنا، ليس بحاجة إلى صومنا، ليس بحاجة إلى صلاتنا، ليس بحاجة إلى زكاتنا، ليس بحاجة إلى صدقاتنا. نحن الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني العزيز. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأن ربنا سبحانه وتعالى ليس بحاجة لعبادتنا. بعض الناس يخطئ من يظن أنه يعني قد قدم شيئا كثيرا، أو أنه يعني يمن على الله. قل: لا تمن علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج منا ذلك. ماذا يريد الله تعالى إذن منا العبادة؟ يريد أن يرى منا الخضوع والطاعة والامتثال لأوامره. والدعاء هو عبادة من أجل وأعظم العبادات التي يظهر فيها الإنسان انكساره لله سبحانه وتعالى. لأن ربنا تعالى يريد أن يرى منا ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرى من يدعوه، من يناديه، من يلجأ إليه، من يتذلل إليه، من يسأله حاجة، من يظن به ظنا حسنا. هذا الذي يريده الله تعالى منا. هذه الأشياء التي علينا أن نفهمها وأن نعيها وأن نفقهها. هذا هو فقه الدعاء. الدعاء هو ليس مجرد كلمات يرددها الإنسان. إن ردد الإنسان كلمات أو أذكار بدون روح فهذا ليس دعاء. إن الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب كما قال عليه الصلاة والسلام لاهٍ. ما هو القلب اللاهي؟ هو القلب المفرخ الذي ليس فيه خشوع، الذي ليس فيه انكسار لله سبحانه وتعالى، الذي ليس فيه إظهار للحاجة إلى الله تعالى. الدعاء أخواني حينما يرفع أحدنا يده أو صوته ويتوجه إلى الله، عليه أن يظهر في قلبه أنه توجه إلى السميع القريب المجيب. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني. سبحان الله، هذا السؤال الوحيد في القرآن الذي جاءت الإجابة عنه بشكل مباشر. سبحان الله، كل سؤال كان بقل،
يسألونك عن الأهلة قل يسألونك عن الشهر الحرام قل يسألونك عن المحيض قل يسألونك قل إلا سؤال واحد. ربنا سبحانه وتعالى كان يريد أن يبين بهذه الآية أنه قريب، وحذفت قل حتى تقرب المسافة. علينا أن نقرأ القرآن قراءة متمعنة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى ظن حسن بالمولى سبحانه وتعالى، يحتاج إلى توكل على الله. أنت حينما تتوجه إلى الله أنت تتوجه إلى الغني، تتوجه إلى المعطي، تتوجه إلى من يسمعك، تتوجه إلى من يراك، تتوجه إلى من هو مطلع على دقائق أحوالك، تتوجه إلى الذي لا تغيب عنه، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إذن يريد الله تعالى، لذلك قال أيضا العلماء أن الدعاء يأتي أحيانا بعد ابتلاء، يريد الله تعالى منا، يريد أن يسمع نداء المؤمن بعد أن يبتلى، يريد أن يرى إقبال المؤمن عليه سبحانه وتعالى، هذا الذي يريده. هذه مسائل إخواني تعتبر في فقه العبادات وفي فقه الدعاء نحن بحاجة أن نتمعن فيها إن شاء الله تعالى. ومن الأشياء التي علينا أن نفهمها ونعيها في الدعاء معاشر الإخوة أن الله سبحانه وتعالى سامع لنداء عباده، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة. هذا أحد شروط الدعاء وأحد أحكام الدعاء وأحد آداب الدعاء، أن لا يكون دعاء بإثم ولا قطيعة، ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل دعوته، وإما أن يذخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال الصحابة قالوا: إذا نكثر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. أكثر من الدعاء، هذه من الأشياء التي علينا أن نجتهد فيها، وفي هذا الشهر على وجه الخصوص أن نكثر من الدعاء ما دامت دعوتنا مستجابة ودعوة لا ترد. أكثر أخي من الدعاء، أكثر من الدعاء لنفسك، أكثر من الدعاء لإخوانك، أكثر من الدعاء لأمتك، أكثر من الدعاء بالمغفرة والصفح والعفو، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما أثر عنه أنه كان يكثر في رمضان من هذا الدعاء فيقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. الدعاء بالمغفرة هو من أعظم الأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. واحذروا معاشر الإخوة يرحمكم الله من موانع الدعاء. لبعض الإنسان، بعض الناس يسقط في أشياء تحجب هذا الدعاء، منها الاستعجال في الدعاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الاستعجال هذا جماعة يعني توا، جماعة هلا موجودين حتى مع الله سبحانه وتعالى. سبحان الله،
في ناس يعني في حياتنا الدنيا كل شيء يريد الآن الآن الآن، أنا أريد كل الآن حالة توا هلا، هذا موجودين أيضا مع الله سبحانه وتعالى. يدعو الإنسان ويريد، يشترط على الله يريد أن يرى إجابة فورية، هذه إحدى موانع استجابة الدعاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يقول العبد: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، دعوت ودعوت فلم يستجب لي. هذا إما من جماعة توا هلا الآن حالا، أو من جماعة من هو لا يظن بالله ظنا حسنا، يظن أن الله سبحانه وتعالى لم يسمعه، أن الله لم يراه، أن الله تعالى لم يستقبل دعاءه. فعلى الإنسان أن يحذر من هذه الموانع التي تمنع استجابة الدعاء وقبول الدعاء. على المسلم أن يدعو الله تعالى بيقين، أن يدعو الله تعالى بإلحاح، أن يدعو الله تعالى بإيمان كامل. هذا هو من شروط الدعاء، هذه إحدى بعض شروط الدعاء، أن يوقن الإنسان في إجابة المولى سبحانه وتعالى. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة، حينما أدعو المولى سبحانه وتعالى لا أحمل هم الإجابة. لماذا؟ لأنه موقن في المولى سبحانه وتعالى، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة معه. هذه المقولة لعمر رضي الله تعالى عنه تبين أمرين أيها الأخوة. الأمر الأول يقين المؤمن، يقين عمر في استجابة المولى سبحانه وتعالى، وهذا حال المؤمن. الأمر الثاني هو خطأ وعيب قد يقع فيه بعض الناس، يتكاسل عن الدعاء. بعض الناس يقول لك يعني تنظر يعني ماذا أدعو أنا، الحال هي الحال، ودعونا من قبل والححنا في الدعاء وما في شيء. يقع الإنسان هنا في القنوط، والقنوط معاشر الإخوة آفة عظيمة تناقض الإيمان. الله سبحانه وتعالى قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه ويحدثنا عن نفسه وذاته تبارك وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أكثروا معاشر الإخوة من الدعاء في هذا الشهر المبارك، استفيدوا من هذه الهبة ومن هذه العطية ومن هذه المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الدعاء، ونسأله سبحانه وتعالى حسن الإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Cari fratelli di genitori, come abbiamo visto nei discorsi precedenti, Ramadan porta tanti regali con lui. Un ospite generoso che ha portato la sua benedizione, ha portato la misericordia, ha portato il perdono da Allah, ha portato la moltiplicazione delle opere, della ricompensa di Allah subhanahu wa ta'ala. Abbiamo visto anche
l'hadith del profeta alayhi salatu wassalam, hadith Qudusi, dove Allah ha detto tutte le opere dell'essere umano, del figlio di Adam, e per lui le ricompense più o meno sono riconosciute. L'unica ibada dove la sua ricompensa non è conosciuta, non è limitata, il digiuno. Il digiuno per Allah, Allah ricompensa sul digiuno perché rimane un segreto tra lui e il digiunatore. Oggi vediamo un'altra qualità di Ramadan, del digiuno, menzionata nel hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice alaihi salatu wassalam, il digiunatore ha una da'wa, ha una invocazione, non è rifiutata da Allah subhanahu wa ta'ala, valida. Il digiunatore, una delle qualità che ha il digiunatore, e poi troviamo qua due versioni per questo hadith. Una versione dice che il dua del digiunatore mentre sta facendo il digiuno, nella sua giornata del digiuno, tutto questo tempo sua dua, sua invocazione è valida. Ieri l'altro hadith dice nel momento della lettura del digiuno, a quel momento lì il digiunatore ha una da'wa valida. Sapienti hanno interpretato questi due hadith dicendo la prima versione è confermata, quindi il digiunatore durante il suo giorno ha una da'wa valida. Di più adesso, questo è un altro regalo, arriva a quel momento della lettura del digiuno, ha un'altra qualità, un altro regalo, che ha ancora a quel momento una da'wa molto importante e valida, valida, valida. Quindi noi dobbiamo approfittare di questa, di questo dono, di questo regalo da Allah subhanahu wa ta'ala. Facciamo il dua, moltiplichiamo il dua, insistiamo nel dua, facciamo il dua per noi, facciamo il dua per i nostri fratelli, facciamo il dua per la nostra umma, facciamo il dua per i nostri familiari, facciamo il dua e moltiplichiamo il dua. Certe persone dicono ma ho qualche problema. Fratello, fai il dua, prova, tu hai una linea, tu hai una porta grande aperta per te. Poi vediamo nel Surah Al-Baqarah, nel versetto 186, a proposito, questo versetto è arrivato come su forma di una risposta e su una domanda. Nel Corano ci sono tantissime domande, tutte le domande, tutte le risposte erano su forma qul. Il messaggio è verso il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se ti chiedono dei mesi sacri, dirle. Se ti chiedono di questo, dirle. Se ti chiedono di questo, dirle. L'unica volta, la prima volta dove la risposta era un modo diretto era in questo versetto. Se i miei servi ti chiedono di me, non ha detto dirle, sono vicino. Perché questo? Per far vedere che Allah subhanahu wa ta'ala è davvero più vicino. Ha tolto anche quella qul per dare conferma che lui subhanahu wa ta'ala è vicino. Ascolta gli invocatori, quelli che alzano le loro voci verso Allah, quelli che alzano le loro mani verso Allah subhanahu wa ta'ala, sono ascoltati da Allah azza wa jalla. Quindi fratelli, molto importante di non perdere questa opportunità, questo dono, questo regalo da Allah durante il mese di Ramadan. Moltiplichiamo il dua inshallah ta'ala. Poi dice anche il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tre persone o tre categorie di persone che il loro dua non sarà mai rifiutato. Uno di loro ha detto il digiunatore finché rompe il suo digiuno, il governatore giusto, e poi dice quello che ha subito una ingiustizia, su dua
passa direttamente da Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi noi dobbiamo approfittare di questo, cari fratelli, però dobbiamo capire prima di tutto cos'è il dua. Cos'è il dua? Questo, su questa risposta abbiamo almeno due hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nel primo hadith il profeta alayhi salatu wassalam dice che il dua è il nucleo, il cervello dell'adorazione. Come sappiamo, le adorazioni sono conosciute. Tutte le buone opere, tutti gli ordini d'Allah sono adorazioni. Ma il dua è il nucleo dell'adorazione. Perché se vediamo anche la preghiera, la grande parte della preghiera è un dua verso Allah subhanahu wa ta'ala. Nell'altro hadith il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice che il dua è l'adorazione. È l'adorazione. In arabo è l'adorazione come la definizione completa. Tutta l'adorazione è dua. Il dua è il tutto. È molto importante, fratelli. Certi non guardano bene questo o lasciano il dua, dicono certi che noi abbiamo fatto il dua una volta, due volte, tre volte. Non basta. Il dua è un rapporto diretto tra te e Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cosa ha bisogno da noi? Questa è una domanda fondamentale, importante, dobbiamo capirla e dobbiamo risolverla. Certi pensano che Allah, allora guarda, ha chiesto da noi di fare il digiuno, di fare il salat, di fare il sadaqa, questo che Allah vuole da noi. Non è questo. Non è questo lo scopo dell'adorazione. Allah vuole da noi vedere l'obbedienza. Allah aspetta da noi l'obbedienza. Questo che Allah aspetta da noi. Allah non ha bisogno delle nostre adorazioni, perché Lui è ricco, subhanahu wa ta'ala. Se uno ha questa mentalità, è sbagliato. Allah non ha bisogno delle nostre preghiere, del nostro digiuno, delle nostre sadaqa, o certi cominciano a dire abbiamo fatto un favore. Nessuno ha fatto un favore verso Allah subhanahu wa ta'ala. Il favore viene da Allah, che Lui ci ha guidato. Leggete bene, fratelli, gli ultimi versetti di Surat al-Hujurat, che parla di questo fenomeno, di certi che pensano hanno fatto un favore verso Allah Ta'ala. Guardate bene, Allah non si può, nessuno fare un favore verso Lui. La sua favore che Lui ci accetta, il suo favore che Lui ci guida, il suo favore che Lui ci aiuta per adorarlo. Quindi Allah ha bisogno di vedere la nostra sottomissione, ha bisogno di vedere l'umiltà del credente, ha bisogno di vedere il sentimento di bisogno. E qua vediamo attraverso il dua, queste tre grandi qualità si vedono, si manifestano bene attraverso il dua. Uno attraverso il dua fa vedere che lui ha bisogno di Allah subhanahu wa ta'ala, del suo Signore. Uno quando fa il dua fa vedere che lui crede in lui, ha fede in lui, aspetta il suo aiuto, il suo appoggio. L'altra cosa, l'umiltà nel dua. Per questo uno che deve fare il dua devi farlo con delle regole. Ci sono delle regole, e la regola la più importante è il khushu', di farlo con concentrazione, con umiltà, far vedere che tu hai bisogno di Allah subhanahu wa ta'ala, far vedere che tu davvero stai aspettando il suo aiuto e il suo appoggio. Queste sono le educazioni del dua. Attenzione di quello che impedisce il dua di essere accettato. Noi sappiamo, come ha detto il Nabi sallallahu alaihi wasallam nel hadith dell'imam al-Tirmidhi, che Allah Ta'ala accetta, ascolta il dua. Il dua viene trattato con tre modi: o
Allah subhanahu wa ta'ala dà la risposta subito, nella dunya, nella vita. O Allah subhanahu wa ta'ala ti riserva questo dua per il giorno del giudizio, quindi tu hai un credito, hai un conto da Allah subhanahu wa ta'ala. Con quel dua non ti ha dato nella dunya, ti lascia questo dua e tu lo trovi nel giorno del giudizio. O l'altro modo, che Allah subhanahu wa ta'ala ti allontana con quel dua un male che sta arrivando. Tu hai fatto un dua, ya Rab, voglio questo, Allah non ti ha dato questo, però con quel dua lui ti ha allontanato un male che sta arrivando. Quindi noi dobbiamo essere sicuri, dobbiamo avere la certezza totale, completa, che Allah ha ascoltato il nostro dua. E non dobbiamo precipitare, come ha detto il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uno degli comportamenti, degli sbagli che fa perdere il valore del dua, che uno vuole averlo subito. Io ho chiamato questo il gruppo di Tawar, di adesso, di subito. Come c'è nella dunia persone che vogliono sempre le cose subito, 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 c'è anche chi si comportano in questo modo con Allah subhanahu wa ta'ala. Con Allah vogliono il dua subito. E dice il Nabi sallallahu alaihi wasallam: Allah accetta il dua da voi a condizione che uno non deve precipitare, non deve dire che voglio averlo subito, perché con questo si mette il dubbio che lui non ha fiducia, non ha fede in Allah completa. Vuol dire che lui sta chiamando e non sa se ha accettato o non ha accettato. Anche questa è una delle cose che impedisce il dua. Noi quando facciamo il dua dobbiamo farlo con certezza, come ha detto Umar. Io non ho preoccupazione sull'accettazione del dua. La mia preoccupazione è il fatto di fare il dua. Perché certi, quanto perdano la fiducia, quanto perdano l'esperanza in Allah subhanahu wa ta'ala, cominciano a avere il dubbio. E questo è grave. Noi trattiamo con Allah il generoso, il donatore. Lui dà senza limite. Non è tanto per lui si dà un po' di salute a uno, si risolve il problema all'altro. Non è tanto per lui. Niente questo nel suo mulk, subhanahu wa ta'ala, nel suo patrimonio. Quindi noi dobbiamo alzare la voce, le mani verso lui subhanahu wa ta'ala, perché siamo sicuri che lui accetta, ascolta, e abbiamo un Dio generoso e vicino, come ha detto lui subhanahu wa ta'ala nel Surah Baqarah, nel versetto 186. Chiede Allah subhanahu wa ta'ala ci fa di quelli che moltiplicano il dua, inshallah ta'ala. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt, fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk. Allahumma ighfir lana wa lil hadirin wa li walidina wa li walidi al muslimin ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، ولا معذبا بنار يا رب العالمين. اللهم اجرنا من النار ومن خزي النار ومن عذاب النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم 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 ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل الجنة مأوانا. اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفرج كرب أخواننا في سوريا. اللهم فرج كربهم، اللهم شد أزرهم، اللهم أطعمهم من جوع، واسقهم من عطش، واكسهم من عرى، وكن لهم عونا ونصيرا يا رب العزة يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أخواننا في فلسطين، اللهم فرج كرب أخواننا في العراق، اللهم فرج كرب أخواننا في كشمير، اللهم فرج كرب أخواننا في الصومال، اللهم فرج كرب أخواننا في بورما، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اعف عنا، اللهم عافنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.